انترفيو صراحه مع اختنا شيرين. شيرين جد حاضره شيرين ولا حاضره؟ ديما حاضره. 44 مليون مشاهده. علاش اللوم؟ علاش اللومه؟ 32 مليون مشاهده. ميسالش قول له. تخدم على يوتيوب ولا تخدم على مقياس اخر؟ نخدم نغني الاغنيات اللي انا نحبهم، مش مهم ياسري. مثلا انا عملت البوم اسمه حكايه الحب، موجود على شين يوتيوب نتاعي، ما عملش ارقام كبيره مع انه تعبت فيه برشا وصرفت فيه برشا، اما فرحانه بيه على الاخر. معناتها ما نقولش يا حقنيش ما عملته، معني كي نرجع نسمع الموسيقى اللي عندي موجوده في شين يوتيوب معناتها نحس لي انا فرحانه به. ونجم ناكد لك اللي احنا زاد فرحانين بالشيء اللي تعمل فيه. عايشك هذلك عليك بالراس والله بالراس والله شو كان فضلك عليك. لو اني متصور انت باش تتعدى حكايه حكيتها بكري مع محسن انا باش نراتيها في انترفيو ما نرجع ليش. مستحيل. مستحيل. كيما قصه الحب اللي عشتها فاشله. باش قصه الحب اللي عشتها فاشله اثرت فيك للدرجه هذول خلت ما عندكش ثقه في الرجال. عندها الحق. هو الحقيقه انا مش ما عنديش ثقه في الرجال. طب انت راجل باش تعرس سايب الطفله. مولهم وخايفين الحقيقه. الثقه ليه؟ ليه بالحق مش حكيت ما عنديش ثقه في الرجال. للاسف ما عادش عندي حاجه كبيره برشا في الناس ككل، مش في الرجال كهو. لا لا سامعني، انت مش مع الناس الكل، انت كنت مع راجل مش مع الناس الكل. والله ليه ماهيش هكا الحكايه راهو جمله. يعني ممكن انا ما عشتش قصه حب، ما حبيتش معناتها الحب هذاك اللي يحكيوا عليه العباد. كانوا ياسر. لا لا تنقول لك على خاطر كانت فتراتهم. تنقول لك ايش نقول لك حاجه اللي يحبك بالحق. خنكمل لك خلوني على سؤالي وكمل. خليني انا نكمل لك ساعه. انك تتعرف على عبد والحب ماهوش بالفتره او بالمده، الحب بالمواقف. اسكو الانسان هذاك باش يكون معاك في الشده وفي الفرح والا لا؟ هاني قلت لك معناتها ما يسموش ما يتسموش قصه حب على خاطر اللي يحبك بالحق عمره ما يخليك والناس كلها عندها ديفوات. لحظه زياد، قلت اللي يحبك بالحق عمره ما يخليك. جبتها لروحك. ها؟ خليك؟ خليته انت؟ اي خاطرين انا ما حبيتش. انت فسخت الخطوبه ولا هو؟ فماش خطوبه يا ولدي، مني طلعتوا لي بها هذايا شيرين النجمي في 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 موزايك. شيرين النجمي تخطبت وين حليتها تليفونك؟ سامحني تليفونك هذايا. اوكي مش مشكل، المهم تليفون عملت هكايا. قلت لهم يا اخي بالحق انا تخطبت بحذايا الطفله. قالت لي ليه تكذب عليا موزايك؟ ما نكذبوش. قلت لها يا بنتي انا بحذايا. قصه وحده بعد. قالت لي بالحق ما هيك. قلت لها يا بنتي انا هاني بحذاك والله لا تخطبتها. فهمتش منين جابوها هما الحكايه. فماش منها. فماش منها. لي ما فماش منها. علاقه وكهو. قداش قعدت معاها؟ صحيت. خليك تحكي طيب. قداش قعدت معاها؟ هذه عندها برشا الحكايه. عندها 3-4 سنين. عندها 3-4 سنين. سامحني في الروضه معناها. عندها برشا وقتها 20 سنة 8 شهور. سنحكي كلها 8 شهور. فلا معناتها الحب. الحب ماهوش بالفتره. هاني قلت لك ممكن ما زلت ما حبيتش. هل تعتبر انت روحك اليوم ما زلت ما عشت قصه الحب اللي تبدلك حياتك؟ ما زلت ما عشت. شو مواصفات الرجل اللي بالرسمي تقول هذا يميل يعني؟ بالحق ابارت فادلي. ايش فادلك؟ نحب ما يهمنيش انه يكون لاباس عليه، ما يهمنيش انه يكون مزيان، ما يهمنيش. فصلت لاباس عليك ما والله الحمد لله صحتي لاباس، ربي يديك الحمد مستوره كيما الناس الكل، مش مهم انك تعرف انا لاباس عليا والا انا شاقيه، مش مهم هذايا، المهم انه انا نعطي لخدمتي برشا من وقتي ومن فلوسي ومن جهدي. فكرني في الحب، انت كنت تحكي لي على الراجل شنو المواصفات نتاعو، انه يكون راجل بالحق. لا لا معناتها اجا نقول لك الرجل ماهوش ذكر، الراجل ماهوش ذكر يا امين، الراجل مواقف. انه بالحق على خاطر ساعات تلقى امراه هذاك مش نفس عبد الرزاق راه رد بالك. ليه بالحق والله اي انك تقول لراجل يقف معاك ويكون قد المسؤوليه نتاع كلمه راجل، لكن اذكرها برشا. اسكو باش تلقى انت راجل كيما ابوك مثلا يتحمل معاك الله يرحمه الهم الدنيا وفي الفرح؟ مستحيل. والا باش تلقى راجل يتلاقى معاك معناتها تذكر باش يحكي معاك. مش تلقى امك كما قالت. مش تلقى امك اكيد اكيد. هاني قلت لك الناس الكل بعيدها. انا ناكد لكم تو كي نسمع فيها تحكي كي راهو ساعات الانترفيو راه نجم نحيه على جنب. ناكد نحيت الانترفيو على جنب خاطر فما زوز شيرينات. فما شيرين
قبل ما تحصل حادثة. صح. وشيرين بعد ما حصلت حادثة. ما حد. العابد ما نجمش يكون هو بيده كي يفقد، ناكد هيك خاطر عشتها ما عنديش برشا. تفقد عبد عزيز عليك ما تنجمش تكون انت هو بيده العبد يقبل. هل وفاة الوالد نتاعك بدل نظرتك للدنيا؟ اي. وفاة الوالد نتاعي الله يرحمه. الله يرحمه. ويرحم جميع المؤمنين معناتها. سم لي ظهري. بالحق وتتحط في مواقف كبار امتحانات في الدنيا تنجم تكون انت غلطت فيهم او انت ما غلطتش فيهم، ما تلقاش بالرسمي السند بالحق انك نورمال حتى كان انت معناتها يضغط عليك والا معناتها بابا ما يتعاودش بالنسبه لي كل بو كل ام وربي فضل لي مين حاجه تنجم تكون انت عملت اي ديما للبو ما فهميش البنيه والام للوليد كيف الوالدين للام ولا معناتها للبنيه ولا للوليد الوالدين سير الوالدين شيرين انا باش نخليك اليوم تفرغ قلبك في حاجه داكوردو حاجه مهمه برشا بفيت انك تضغط على نفسيتك اكثر من اللازم فان وذا يخلي عندك اثار جانبيه بعد تقعد تعيش بها حياتك كامله بفيت دو سو سور باسي في لحظات معينه تمشي في بالك انت قويه عملت هكاك ام بعد تقعد تخلص فيهم من دمك حياتك كامله بفيت انك تمشي تغني في مهرجان ابوك متوفي وتضغط على روحك باش تقوم بخدمتك فان وذا باش يرجع عليك من بعد لا ما مشيتش غنيت في مهرجان وبابا متوفي انا نهارت اللي توفى بابا انا ديجا بابا مازال حي معناتها حي في السبيطار مشيت طليت عليه قلت له بابا راني اليوم نخدم راني باش نمشي على خاطر لبس عليه حي بابا اجا نخلك حاجه بابا ليه مريض الله يرحمه لا مريض لا عنده امراض ما عنده حتى شيء معناتها صح سطار داخ شويه هزوه ليرجونس توفى بابا مات واقف على ساقيه ما عنده حتى مرض عندك حفله خليهم بعد ما عنده حتى مرض معناها انسان داخ شويه هزوه ليرجونس قالوا فما تحاليل دخلت طليت عليه لبس عليه ما عنده حتى شيء لا عنده لا سكر لا دم لا قلب لا حتى شيء اوكي دخلت قلت له بابا سافا قال لي سافا قلت له ما عندي خدمه تو نمشي ونجي انسان مريض شكون في بالي عنده حاجه في الكلوه ولا ما عندي انسان تقلق شويه زول ليرجونس هاني قلت لك ما عندوش مرض اللي نجم نبني عليه قلت بابا ميت خاطر عنده لطف كونسيغ ولا ميت عنده قلب ولا ميت عنده سكر ما عنده شيء دونك مشيت خدمت كي هبطت من السين قالوا لي بوك توفى ترو دور وعلى فكره معناتها انا كيف بون ما حبوش يقولوا لي كان كي خلطت للدار وشفت انا بابا سمعت بيه توفى بعد 3 أيام اللي توفيت امه الله يرحمها الله يرحمها معناتها كريسي الفارق نتاع مامتي مازالوا موجودين وقالوا لي بوك توفى وانا بالغاب صغير كنت نخدم انا جاتني صدمه انا ما صدقتهمش قلت لهم بابا ما توفيش بابا لابس عليه ما عنده حتى شيء انا توا ما يهمنيش معناتها شفت حاله الحقيقه جاتني صدمه ما كانش كلب كي ودرا شنو تصدمت وشفت ماما دايخه وخويا واختي كيف دونك لا بكيت لا عملت حد شيء قلت لهم انا توا مش نتلهي بامي ما عملت حد شيء ما صدقت اللي بابا توفى الله يرحمه كان ما شفته معناتها قدامي بينك وبين روحك شنو اللي وعدته انت الوالد نتاعك انه تربيته وتعبه وشقاه والبرويته اللي دزها باش كبرنا انا واخواتي ما يمشيش حرام وما نهبطش راشي لحد حد